فوبيا الحلقه الرابعه انا مؤمن بربنا بس ساعات بتسائل يعني ليه انا لازم اعبد بطريقه معينه يعني ليه في دين منظم يعني الدين المنظم اللي هو بيحدد لك فيه شعائر وطقوس لازم تعمليها عشان صلاتك او ايا كان بتعمليه يتقبل طب ما هو مش دي الدين الوسيله والغايه هي عباده ربنا وان انا اقوي علاقتي بيه طيب اللي يبقى لغايه تفرق في ايه يبقى ليه موصلهاش بطريقه مختلفه او بطريقه تناسبني يعني بمعنى اصح ليه الواحد لازم ان هو يعني ما يتقبلش حاجه منه الا لو اتعملت بطريقه معينه ساعات بفكر يعني طب افرض ربنا كان حافظ الكتب كلها مش القران بس كان ما بقاش فيه في تناقض ما بين الاديان كان كل واحد يختار الدين اللي يناسبه انا واحد بحب الفلسفه يبقى ديني بودي واحد بحب التامل اتجه للصوفيه كل واحد والمكان اللي هو فيه وطريقه تفكيره كان كان مش هيبقى فيه تناقض ما بينهم كان كل واحد هيبقى براحته كان كان مش هتبقي مجبره ان انت تعملي حاجه هتبقي بتعملي الحاجه اللي انت عايزاها وفي نفس الوقت بتوصلي للغايه اللي انت عايزاها اللي هي علاقتك بربنا انا طول حياتي عايش بره الناس بره محترمه جدا بتحافظ على مواعيدها ودايما بيحاولوا يكونوا متفوقين في جميع المجالات وفعلا بقوا متفوقين في اغلبها بس في ناس منهم كتير مش مؤمنين بربنا خالص وفي ناس كتير مؤمنه بربنا بس مش مؤمنه بدين معين او باي دين إيه المشكلة إن أبقى مؤمن بربنا بس مش مؤمن بدين معين؟ ما أنا محترم وناجح وعندي أخلاق وكويس مع كل الناس وبحاول أكون كويس مع كل مخلوقات ربنا. طب لو أنا فعلا كده أو قريب من كده، إيه الفرق بيني وبين واحد مؤمن بدين معين؟ المتدين شايف إن الدين هو السبب في نجاحه واحترامه وإنسانيته. مع إني ناجح ومحترم وعندي إنسانية زيه بالظبط. اثبتنا قبل كده وجود خالق. وقلنا ان هذا الخالق متصف بالكمال، والا ما كانش هذا الكون يبقى بهذه الدقة. هو العليم، الخبير، الحكيم. والا هذا الكون الواسع المتشعب هينفجر في ظرف اقل من ثانية، لانه لن يتحمل الوجود بدون قوانين دقيقة. إذا هو عليم وحكيم وخبير. السؤال هو هل من الحكمة إنه يخلقنا ويتركنا؟ ويسيبنا كده؟ أم من الحكمة أنه يتصل بينا ويقول لنا حاجات زي مثلا يقول لنا عن نفسه ويقول لنا حاجات مفيدة لنا في حياتنا ويقول لنا حاجات ضارة بينا في حياتنا عشان نبعد عنها أكيد مش من الحكمة أنه يخلقنا ويسيبنا نخبط في الدنيا مش عارفين إزاي نكسب فلوس فالناس تسرق مثلا وتعتدي على ملكية الآخرين مش عارفين إزاي نتكاثر فالناس تقع في الحرام لازم يقول لنا إن الولاد هتتجوز البنات، والبنات ما ينفعش يبقوا إخواتهم ولا بناتهم ولا أمهاتهم ولا خالاتهم ولا عماتهم. عدم وجود التعليمات دي ممكن يخلي الدنيا غابة لا يوجد فيها أي نظام. يبقى بالتالي أكيد هيخلقنا ويتواصل معنا طب إزاي يتواصل معانا؟ أكيد مش بالإيميل ولا بالموبايل لأن الحاجات دي أحيانا بتقطع. أحسن حاجة يبعت لنا حد يبلغنا ويشرح لنا. طب يبعت مين؟ ملاك؟ هنخاف ونطلع نجري. يبقى أحسن حاجة يبعت واحد مننا. يبعت أحسن واحد فينا ويديله كتاب يقراه لنا ويمنعه أن يألف من دماغه هي دي قصة الدين ببساطة لما أرسل ما أرسلش أبو جهل أرسل الصادق الأمين اداله كتاب وقال له مش من حقك أن أنت تألف في هذا الكتاب إن هو إلا وحي يوحى الدين مهم جدا عشان حياتنا الدين هو مصدر الأخلاق الملحد اللي بينكر وجود ربنا ما يقدرش ابدا يرد على السؤال ده، ايه هو مصدر الاخلاق؟ لان العلم مصدر صح ولا غلط في العلوم الطبيعيه، لكن مش في الاخلاق. يعني العلماء اللي قتلوا ملايين في افران هتلر في المانيا النازيه، كانوا صح ولا غلط؟ علميا كانوا ممتازين، لانهم قتلوا اكبر عدد من الناس باقل كميه من الغاز. ما هدروش غاز كتير. الاخلاق تقول انهم كانوا غلط لانهم قتلوا ابرياء يبقى ايه هو مصدر الاخلاق العلم ما بيقولش صح وغلط اخلاقيا يبقى مصدر الاخلاق هو الدين في عده اديان انه دين فيهم اللي صح احنا نؤمن ان في اله واحد ونؤمن ان في نوع انساني واحد طالما في اله واحد يبقى في واحد بيرسل ونوع انساني واحد بيستقبل يبقى في واحد بيرسل وواحد بيستقبل يبقى اكيد هو دين واحد الدين ده مش دين محمد ولا دين عيسى ولا دين موسى ده دين ربنا اللي بعته لهذا النوع الإنساني مرة مع محمد ومرة قبله مع عيسى ومرة قبله مع موسى دين ربنا لازم يكون مناسب للناس كلها إيه الشيء الوحيد المناسب للناس كلها إيه أكيد الناس أما بتقدم بتسأل الناس الأول بتشرب شاي في ناس ما بتشربش شاي وممكن تسأل بتشرب قهوة في ناس ما بتشربش قهوة لكن الحاجة الوحيدة اللي بيجيبوها للناس من غير ما يسألوا هي المية عمر حد سألك بتشرب مية ولا لأ سؤال مضحك ليه؟ لان كلنا بنشرب ميه، طب ليش معنى يعني الميه؟ لان الميه ما لون الميه ملهاش ريحه الميه طعمها مستساغ لانها لا حادقه ولا حلوه. هو الدين بتاع ربنا اللي يعني عشان يبقى مناسب للناس كلها رجال وستات وبيض وسود وعرب وهنود لازم يكون زي الميه مش مخلوط بالثقافه بتاعتنا. المشكله ان كل واحد بيحاول يخلط الدين بثقافته، يلون الدين بلونه. اذن هذا الدين لازم يبقى مناسب للناس كلها يبقى مش محدود مش متسمي على اسم انسان مش متسمي على اسم قبيله مش متسمي على اسم منطقه جغرافيه دين يبقى اسمه دين اننا نسمع كلام ربنا دين اننا نستسلم لاوامر ربنا الاسلام كل الانبياء اطلقوا على نفسهم مسلمين وكل اتباع الانبياء اطلقوا على نفسهم مسلمين. سيدنا نوح بيقول: وامرت ان اكون من المسلمين. سيدنا ابراهيم اذ قال له ربه اسلم. قال اسلمت لرب العالمين. سيدنا موسى بيقول لقومه إيه. طبعا الواحدين فكره ان قوم موسى كانوا يهود. يهود العنصر لكن في الديانه خلينا نشوف قال لهم ايه؟ وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين يبقى اتباع موسى دول مسلمين دينهم الدين الاسلامي الصحراء سحرة فرعون قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين سيدنا سليمان بعت لملكه سبأ وقال لها الا تعلوا علي واتوني مسلمين ملكه سبأ قالت اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين حواري سيدنا عيسى بن مريم قالوا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد دين الله دين الإسلام هو ده الدين اللي جيبه جميع الأنبياء طيب السؤال بقى ليه لازم أصلي ليه لازم أعبد ربنا بطريقة معينة أنا عاوز أصلي بطريقتي لما تحب تتصل بي انا اقول لك تتصل بيا ازاي؟ على الموبايل ولا على التليفون الارضي ولا بالايميل؟ ولما اقول لك اتصل بيا بالموبايل ما انا هتصل بيك على نمره من عندي لك لا لازم تاخد نمرتي تكلمني بيها. فانا طالما عايز تتصل بيا يبقى انا اللي اقولك تتصل بيا ازاي وادي لك النمره اللي تكلمها. ولله المثل الاعلى. انت عايز تتصل بربنا. تتصل بربنا بطريقته مش بطريقتك. في رقم تتصل بيه كل يوم، 2 4 4 3 4، لازم تطلب الرقم ده كل يوم، 2 الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء. أي رقم مختلف هيدي لك نمرة غلط. لازم علشان كده الأصل في العبادات هو المنع إلا ما أذن به. يبقى ما ينفعش نعبد ربنا إلا بطريقة هو شرعها لنا وإلا نبقى بنبتدع في الدين.